وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. وقلنا إن كسب تأتي في الاستعمال العام للخير، واكتسب تأتي للشر، لأن الخير العملية في عملية رتيبة مع كل الملكات لا افتعال فيها، ولكن الذي يصنع اللي عايز يروح يشتري من محل يروح كده على المحل في وضح النهار ويقعد، إنما اللي عايز يسرق يقعد بقى يرتب لها ترتيب بقى، يبقى ناس ايه افتعال. لكن الافتعال قد يصبح بكثرة النيران والدربة عليه ما تفلد من الواحد انفعال، يبقى اسمه ايه؟ يبقى كسب. ان الذين يكسبون الاثم او يكسبون بتدل على الربح، لان كسب تدل على انك اخذت الاصل وزيادة عن الاصل، كده مفهوم. والانسان حين يصنع الخير يبقى ادى لنفسه مقومات الحياة واخذ اجر الاخر زائد، يبقى ده كسب ولا مش كسب؟ يبقى ده كسب. الحق سبحانه وتعالى يريد من العبد في حركته ان يلحظ امرين: الامر الاول ما يحقق لذاته نفعا هو بصدد الحاجة اليه، ولكنه قد يحقق له نفعا هو بصدد الحاجة اليه ثم ينشأ منه ضرر بعد ذلك. فالحق يريد بمنهجه أن يعطيك النفع الذي يحقق لك الغرض الحالي، ويحقق لك نفعا ممتدا ولا يأتي لك بشر. الذين يصنعون ويميلون لشهوات نفوسهم بيحقق لنفسه نفع ايه؟ نفع مؤقت. تلميذ الذي لا يلتفت إلى دروسه، والذي ينام ولا يستيقظ، والذي إن أيقظوه وأخرجوه من البيت ذهب بتسكع في الشوارع، هو في ظاهر الأمر بيحقق لنفسه إيه؟ راحة، وإن يبقى حر. والذي اجتهد وجد وتعب برضه بيحقق لنفسه إيه؟ بس ده بيحقق لنفسه راحة موقوتة الآن، وبعد ذلك تعقبه إيه؟ تعقبه ندامة. يقول لك الكسب بقى انك انت تعمل حاجة تديك راس المال وتديك ازيد من راس الايه؟ ازيد من راس المال. ان الذين يكسبون الاثم مش هتمر لهم كده المسألة، سيجزون بما كانوا يقترفون. سيجزون بما كانوا يقترفون، نقول له نعم. طب اذا كان الجزاء هيكون من بشر لبشر يبقى حقيقة عند ظاهر الاسم بس، لكن اذا كان من الله يبقى هيبقى في ظاهر الاسم وفي ايه؟ وفي باطن الاسم. يبقى اذا اللي بيكون المجتمع التقنين السماوي ولا التقنين الارضي؟ التقنين السماوي. وبعد ذلك يقول له لازم تلحظ ما يعطيه لك المنهج قبل ان تلحظ ما يأخذ منك المنهج. زي ما قلنا المنهج يقول لا تمد يدك الى جيب غيرك لتسرق منه، في ظاهر الامر ان ده حجر على حريتي، يقول لا هو خد مني دي الحتة بتاعت الحرية دي صحيح، انما اخذ من كل الناس سواي حرياتهم في ان لا يسرقوا مني، يبقى فيه مكسب ولا مش مكسب؟ يبقى فيه مكسب. سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أعاد المسألة ايه؟ بك كل مما ذكر، ولا تأكل مما ايه؟ مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق.
انه لفسق. يبقى سمى ما لم يذكر عليه اسم الله سماه ايه؟ فسق. اللي هتيجي الايه الثانيه بعد كده تشرح وتفرده باسم مخصوص. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائم يطعمه الا هو ده المحرم ان يكون ميتة ادواء او دما مسفوحا يعني الدم اللي بيشوره ساعة الايه الذبحة ده او لحم خنزير فانه المذكور ده كله ايه رجس. خلاص انتهى الحكم فانه ايه. ثم قال بعد ذلك او فسقا اي الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا. يبقى فسقا دي معطوفة على ايه؟ على ميتة او دم او لحم ايه خنزير. لكن فصل بين المعطوف وهو فسق وبين المعطوف عليه بحكم يختص بالمعطوف عليه اللي هو ايه فانه ايه ريك. وبعدين قال ايه الا ان يكون فسقا. يبقى خد ثلاثة لهم حكم انهم ايه ده ريكس. وبعدين جاء حكاية تانية اللي سماها ايه فسق. ايه اللي سماها فسق ايه او فسقا اهل. يبقى الفسق هو اللي ايه بقى هو ما اهل به لغير الله. يبقى لما يجي بقى في الاية دي ويقول لنا وان الشياطين ايه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نقول له الفسق هنا إيه؟ أنه لم يذكر عليه إيه؟ ذكر عليه غير اسم الله. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا أن الفطرة السليمة التي لا يميلها هوى تصل إلى حقائق الخير. ولذلك اللي بيحد بعض على الشر ما يجريش يحد على الشر كده الطريق يعني يقول لك لا يوحون. وما معنى الوحي؟ إعلام بخفاء. يعني ما يقولوش على القضية كده كلام ظاهر. ليه؟ لأن المسألة الفطرية تأبى هذا. لما يكون واحد بده علشان واحد يعمل مثلا موبقة من الموبقات يبقى ما يجيبهالوش كده نفس. إنما يقعد إيه؟ يقعد يلفله كده لف كده يخليه هو يصل المسألة ليه؟ حتى إذا ما تنبه عنصر الخير في من يوحي إليه يقول لا أنا ما أصدتش ديا وأنا أصدت ديا لا أنا ما أصدتش. الله. يبقى ليه يوحون إلى أوليائهم؟ يعني يعلمونهم بخفاء. أي لأن الفطرة السليمة تأتي في الأشياء الشريرة وتقف أيضا فيها. إيه اللي يخليها ما تقفش؟ الهوى بقى. فإذا ما أراد شيطان من الإنس أو شيطان من الجن ليزين للناس فعلا ما يجلوش كده على طول مباشرة يعني كله. إنما يقعد يقول يا سلام ده احنا سيرنا طهرا يا جات مش عارف إيه يعني يجيب له كده كلام إيه كلام ملفوف. إن تنبه له مش عارف يقول له لا أنا ما أصبتش. يبقى ده ما يجيش في الكلام الصريح إنما يأخذ الكلام الإيه؟ الإيحاء. وإن الشياطين ليوحون إيه؟ الى اوليائهم ليجادلوكم. اللي هي مسألة ايه اتأكلون ما قتلتم انتم ولا تأكلون ما قتل الله فكأن قتلكم انتم اولى مما قتل الله. ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. الله. ان اطعتموهم انكم لمشركون. بقى مجرد الطاعة لهم يبقى المشركين. يقولك ايه ليه؟ لان هي معنى العبادة ايه العبادة ائتمار عابد لمعبود أمرا ونهيا. فإذا أخذت أمرا من غيره يبقى أشركت به جعلته أمرا. إذا أخذت نهيا من غيره يبقى أشركت إيه أشركت به.
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الحق سبحانه وتعالى يعرض بعض القضايا لا عرضا إخباريا منه ولكن عرض استفهام، لأن الحق واثق أنه حين يأتي لك الاستفهام ثم تدير ذهنك علشان تجاوب فلم تجد إلا جوابا واحدا هو ما يريد هو الحق. تيجي مثلا تقدر تقول للواحد أنا أعطيتك كذا، هذا خبر منك والخبر محتمل الصدق والكذب، ولكنك تريد منه أن يقر هو بأنك أعطيته. تقوم تقول له إيه؟ ألم أعطيك في اليوم الفلاني كذا؟ كأنك أبرزت المسألة إبراز استفهام، ولم تبرزه إبراز الاستفهام إلا لرضاك بالجواب منه، لثقتك أن الجواب لا يكون إلا كما قلت. يبقى الحق لما يعود قضية استفهامية ألم نشرح لك صدرك، كأن الحق كان يقول له إيه؟ شرحت صدرك. لكن ما قالش كده، بده يكون الكلام منه يقول له ألم نشرح لك صدرك. طب ما كان يجيب أشرحت لك صدرك، يبقى عدل عن شرحت صدرك وعدل عن أشرحت لك صدرك وجابها ألم أشرح لك صدرك. يبقى كم أسلوب عندنا؟ أسلوب إخباري، شرحت صدرك يا محمد، يبقى كلام من مين؟ كلام من الله. وإذا كان الكلام يبقى من محمد نفسه يبقى يعرف في صورة استفهام، صورة الاستفهام تستفهم منه بالمثبت ولا تستفهم منه بالمنفي؟ أم قال يجيب يستفهم منه بالمثبت يقول له أشرحت لك صدرك، أدي مرحلة. طب ما يمكن أشرحت صدرك دي فيها إيحاء بالجواب، تقول له أنا ما شرحت صدرك، تجيبها بالنفي انت علشان يقول لي لا انت شرحت صدري. تبقى كم مرحلة عندنا؟ يبقى اذا الاسلوب اما ان يكون اسلوب خبري او استفهام بالاثبات او استفهام بالنفي، اقواها الاستفهام بايه؟ بالنفي. الحق سبحانه وتعالى حين يجينا القضية يقول انا واثق انك ان احببت ان تجيبني فلم تجد الا الجواب الذي انا ايه؟ إلا ما عايز. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. طب عندنا حتتين اثنين، موت وحياة وظلام وإيه ونور. أولا الحياة هي إيه؟ ما هي الحياة؟ إيه الحياة يعني؟ قال لك الحياة هو وجود الكائن على حالة تمكنه من أداء مهمته المطلوبة منه. وإحنا قلنا إيه وعطفنا من الحياة اللي هي فيك أنت؟ يقول لماذا الحياة في كل شيء بسبب؟ ما دام الشيء يكون على حالة يؤدي بها مهمته يبقى كل شيء فيه حياة يؤدي بها مهمته ولا لا؟ بس احنا نعرف الحياة في نفسنا ارقى مستوى ايه هي؟ الحياة اللي فيها الحركة والحس والفكر والمش عارف ايه. طب الحيوان برضو فيه حس وحركة، بس انا فاهم انه ما عندوش ايه؟ ما عندوش فكر. نقول له بس عنده غريزة اقوى من فكرك، الغريزة بتاعته اقوى من ايه؟ اقوى من فكرك. ولذلك كان محكوم بالغريزة، انت محكوم بالغريزة في اشياء وبالاختيار في اشياء. الغريزة يبقى مالكش فيها عمل، مالكش فيها ايه؟ عمل. انما الاختيار لك فيه عمل، تستطيع انك تتعمله وما تستطيع انك انت ايه؟ انت تعمل مع الاول. يبقى الحياة هي ايه؟
أن يكون الكائن على حال يؤدي به مهمته المطلوبة منه. يبقى على هذا الاعتبار في الإنسان حياة ولا لا؟ وفي الحيوان حياة ولا لا؟ وفي النبات حياة ولا لا؟ وفي الايه الجماد حياة. واحنا دلوقتي كل العلم بيتقدم زي ما قلنا سابقا بيثبت لنا حيوات اشياء كثيرة جدا ما كناش نفهم انها حياة. واحنا خدناها منين في حلقة قديمة؟ خدنا كل دي من قوله سبحانه وتعالى في ايتين اثنين. ناخد الايتين ونركبهم استنباطيا مع بعض عشان يخرج بالقضية. القضية ليهلك من هلك عن ايه ويحيى من حي. يبقى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. يبقى الهلاك ضد ايه؟ ضد الحياة. اهي ليهلك من هلك عن بينة ويحيى. يبقى الهلاك ضد ايه والحياة ضدها ايه؟ الهلاك. على يبقى الحياة ضد الهلاك والهلاك ضد الايه؟ ضد الحياة. طيب كل شيء طب كل شيء ما يطلق عليه شيء. يبقى الجماد شيء ولا لا؟ والنبات والحيوان والإنسان. فكل شيء هالك. يبقى الجماد هالك ومنام هالك. يبقى الذي في حياة لأن احنا قلنا ليهلك من هلك ويحيى من حي. يبقى إذا الحياة هي ايه؟ يبقى الحياة أن يكون الكائن بحيث يؤدي ايه؟ المهمة بتاعه. وإن كان في التفاعلات وفي النقد والأشياء في أشياء بتتحول إلى أشياء. يعني مثلا النبت أو الحيوان في حياة وبعدين ذبحناه وكلناه ورمينا العظم بتاعه كانت في حياة من نوع. وبعدين أجزاء بقى الجمادية لها حياة من نوعها ولا منهاش؟ الله بدليل إنها لما تقعد مدة العظم يحصل فيه إيه؟ يتفتت واللحم تبقى في حيويه ولا ما فيش فيه حيويه؟ يبقى في حيويه. انت لما تيجي مثلا تحلب اللبن من الماشيه، ان كنتم فلاحين كنا زمان نحلب اللبن في اوعيه من الفخار وتوضع في مراقد ويقعد اسبوع اللبن. كل ما تاخد منه في اي يوم تلاقيه احلى من الاول. كل يوم تلاقي يعني كنا نسرق احنا بقى من المراقد ونفقد المحلوب امبارح نشفط منه بالغابه النهارده وبعدين نسحب حته قشطه منه ونعمل مش عارف ايه ونعمل إيه. كل يوم يزداد ايه؟ يزداد حلقه لحد ما تيجي بقى العمليه وتاخد القشطه كده اخيره وتاخد الحته اللي في الاخر تعملها الجبنه الجميله ومش عارف ايه وهي في الملح. طب خد اللبن بقى واغليه وبعدين حطه بقى كده في سيره ينتن بعد يوم واحد وريحته تفوق. ليه؟ ام قال لك لانك لما حطيته في المرقد خدت بالحياه فيه ففضلت الحياه فيها حي. لكن لما غليته موتت فيه الحياه. طب ما كنتش تحطه في ثلاجه لازم يعفن. معنى يعفن انه ما عادش بيؤدي مهمته كلبن انما انتقل الى حياه اخرى بكتيريه بقى وشغلانه بقى ثانيه. بينتقل من حياه لايه؟ لحياه ثانيه. انما مش معنى ذلك فقدت الايه؟ متى يفقد كل شيء الحياه؟ حين يريد الله ان ينهي هذه الحياه في قوله كل شيء هالك الا وجهه. فاذا الحي بيقول انا بدي منكم قدر الحي زي الميت. اوعى تاخد الميت بقى على انه مفيش فيه حياه. مفيش فيه الحياه اللي من المرتبه الاولى بتاعتنا. انما هو انتقل الى حياه ثانيه. الى حياه ايه؟ الى حياه ثانيه مش بتاعتنا مع الاول. من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. تبقى الحياه ادت له حياه في ذاته. حياه في ايه؟ في ذاته. وبعدين جعلنا له نورا يمشي به. الله. يبقى الحياه بقت حياه متنقله في اشياء. يبقى انا عايز حياه وعايز نور. احنا قلنا زمان ان النور الذي تتضح به مرائي الاشياء. تتضح به مرائي الايه؟
الاشياء. يعني تطبق به مراء الاشياء. كانوا زمان يعتقدون ان لاجل ان ترى ينتقل شعاع من عينك الى المرء فتراه، الى ان جاء العربي المسلم ابن الهيثم وقال لا الكلام ده كده، فعدل في قانون الضوء وقال لا ده الانسان بيرى لان شعاعا من المرئي يصل الى عين الرائي، مش الشعاع من عين الرائي الى المرئي، لا ده من المرئي الى الرائي، بدليل ان المرئي ان كان في ضوء تدركه، وان كنت انت في ظلمه، لكن ان كان المرء في ظلمه ولو انك في ضوء ما تشوفوش، فلو كانت الاشعه طالعه من عندك انت كنت تشوفه في نور كان ام في ظلمه، ولكن لما بيكون هو في ظلمه انت ما بتشوفوش. مين اللي اكتشف دي؟ ابن الهيثم العالم المسلم، وتعدلت فيها النظريات كلها بتاعت الايه؟ بتاعت الضوء والغرفة المظلمة، جات اللي هي منها الصورة الفوتوغرافية وبعدين السينما وبعدين كل دي مبنية على العمليات دي. على الأول يبقى إذا النور بيكون وسيلة إلى أن المرئيات تاخد من النور وتدي أشعة للرأي فيرى. على الأول قلنا ما احنا زمان من الحق سبحانه وتعالى يترك في أقضية الكون الحسية أدلة على الأقضية المعنوية، أدلة على الايه؟ الأقضية المعنوية. النور الحسي اللي احنا بنشوفه دي يضوء الشمس يضوء القمر يضوء القلوب اي ضوء، ده بيخليني ارى الاشياء، ومعنى رؤيتي الى الاشياء ليكون تعاملي معها تعاملا نفعيا مش تعامل ضار. احنا قلنا لما نيجي في ظلمة في ظلمة اما ان اصطدم باشياء قوية عني فتحطمني، انا اقوى منه احطمني، ان مشيت كده على كوبايه ولا مش عارف ايه تكسر. طب وان اصطدمت بقى بترابيزه كده خشب كده كويسه ولا برف حديد ولا بتاع يعمل فيك ايه؟ يبقى اذا في الظلام ان اصطدمت بشيء اقوى منك حطمك تعبك، وان اصطدمت بشيء اقل منك يبقى تحطمه. يبقى النور بيعمل ايه؟ بيحميني من انني احطم من دوني او يحطمني من فوقي. ادي عملية النور. كلام على الأول. احنا قلنا زمان ان النور الصناعي في البشر يتجلى حين يغيب النور الطبيعي، يعني بنقيد مصابيحنا متى؟ لما الشمس بتغيب، ولما نضيء مصابيحنا علشان نشوف الاشياء ونتفاعل معها ونتعامل مع الاشياء، لا نحطمها ولا تحطمنا. كل واحد منا ياخذ من النور على قدر امكانياته. اللي عايشين في الريف زمان كانوا يجيبوا المسرجة مش كده، واللي ترقوا شويه جابوا لمبه بايه؟ بإزازة 10 او 15 ولا 20، واللي ترقوا شويه جابوا كهرباء، والكهرباء برضه اختلفت، ده جاب لمبه نمره 5 وده جاب لمبه نمره 50 وده جاب لمبه نمره 100 وده رقاها خلاها ايه؟ نجفه، وده جاب فلوريست وده جاب مش عارف ايه؟ الله. اذا كل واحد يضيء الظلام الذي اضطر اليه بغيبة المنير الطبيعي على حسب امكانياته مش كده؟ طب فاذا ظهرت الشمس اطفأنا جميعا مصابيحنا، ولا حد بيدور مصابيحه بقى؟
هذا دليل من أدلة الكون الحسية الملموسة. لنأخذ منها دليل على أن الله إن فعل لقيمنا نورا، ما نجيبش قيم من عندنا ما دام قيم موجود، كما أننا نطفئ كل مصباح حين تطفئ الشمس. فربنا بيقول أنا ميت وأحيا، تقول له آه ميت وأحيا، يقول له آه أنت فاهم ميت وأحيا يعني إيه بقى؟ أم قال لك إحنا قلنا الحياة، الحياة هي كون وجود الكائن على حالة يؤدي بها إيه؟ مهمته. إحنا بنظرنا إلى الروح الأولى اللي ربنا حطها في آدم وبيحطها فينا بتديني حياة، وحياة أرقى من اللي موجودة في مين؟ في الحيوان. لكن إلى أجل. إلى إيه؟ أجل. أجل ده له مدة، يصح يكون ثانية ويموت في بطن أمه لسنة وابن شهر وابن شهرين ويبقى ابن سنة أجل وتنتهي المسألة خلاص. فربنا قال بقى احرص على الحياة الثانية اللي هي إيه؟ خالدة، اللي مش هتنتهي ابدا. اوعى تفتكر ان الحياة بتاعت هذا الجنس السيد في الوجود ما هي الغاية، لان ان كانت هي دي ما تبقاش غاية. ليه؟ لانه يشترط في الغاية للمتحد ان تكون واحدة. لو كانت الدنيا دي هي غايتنا يبقى كان لازم يبقى حظنا من الدنيا جميعا يكون واحد، اعمارنا واحد، حالاتنا واحد. ده دليل الاختلاف فيه تختلف طولا وقصرا وحالا، دليل على انها مش الغاية. لان غاية المتساوي لازم تكون ايه؟ لازم تكون متساوية. ومدام هي مختلفة غاية في الغاية، يبقى لازم الغاية فيه ايه؟ تاني. قال لك اه اذا قول الله وان الدار الاخرة لهي الحيوان، يبقى لك قال هي دي الحياة. ليه؟ قال لك لأن الحياة دي منهية حضية، ولا تعرفش هتقعد فيها قد ايه، لكن ديك مش حضية. وان كنت بتتنعم نعيمك في الحياة ده يضيع منك، انت تضيع منه وتموت وتسيبه، لكن في الاخر لا يفوتك ولا ايه. يبقى هي دي الحياة ولا لا؟ يبقى اذا الذي يأخذ الحياة الحسية الاولى وهي الحركة والى اخره بتاع النفخ في الروح دي، وان اخذها ان ما خدش الحياة التانية يبقى ميت. يبقى او من كان ميتا فيه فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. الله، يبقى اداله حياة خالدة واداله ايه؟ نور لا يحطم ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا يتحطم. بيقول اللي دي زيدي، بيقول له لا، ما ازاي ده؟ بدليل ان الحق يقول رسوله صلى الله عليه وسلم للناس استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما ايه؟ طب هو يخاطبه، ومدام بيخاطبهم يبقوا احياء ولا مش احياء؟ احياء بالقانون هو الاولان، انما هو عايز لهم حياة من ايه؟ ولذلك قلنا سابقا اختنم الى ان الحق سبحانه وتعالى سمى الروح الاولى التي ينفخها في المادة فتتحرك وتحس وهو الى اخره سماها ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه؟ ساجدين. يعني الروح دي اللي هتبقى في المؤمن والكافر زي بعض، وبعدين هيجيب روح تانية تدي حياة تانية. ولذلك سمى منهج الله لخلقه روحا، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. روحا تبقى بتدي حياة ولا ما تديش حياة؟ يبقى من كان ميتا فيه فاحييناه، يعني من كان ضالا فيه فهدينا، من كان كافرا فجعلناه ايه؟ يكون ايه؟ مؤمنا. او من كان ميتا، وميت بقى يعني فيه ميت بالتخفيف وفيه ايه؟ ميت. الميت هو من يكون مآله الموت وان كان حيا. يعني انا ميت وان كنت حي، ميت يعني يقولوا ايه؟
يقول الى انما الميت هو اللي بقى ايه ميت بالفعل، يعني ميت بالايه بالفعل. ولذلك حينما يخاطب الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له انك ميت، يعني تقول الى الموت وان كنت حي الان، فيبقى ميت متلبس بصفه الفناء، ميت استعداده ان يتلبس بصفه الايه بصفه الفناء. فاحييناه اي بالمنهج اللي هيديله حياه ايه هيهتمي. ولذلك حتى سمى القران روح، وسمى اللي نازل بالقران روح بقى. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ايش معنى في الناس؟ لما بيمشي به كل حاجه، لان الاشياء الاخرى من الممكن ان تحتاط انت منها، ولكن الناس دي العمليه بقى فيها الاحتكاك صعب قوي. الاحتكاك فيها ايه؟ لانهم اصحاب اغيار، اصحاب ايه اغيار. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الجواب يقوله لا، ما يكون زي بعض ابدا. زي ما يقول هل يستوي الاعمى والبصير؟ الفطره تقول ايه؟ لا. هل تستوي الظلمات والنور؟ هل يستوي الظل والحرور؟ الله الله، ما يمكنش. اذا انت فيه اشياء الجواب عنها ايه؟ الجواب الله امننا على الجواب ايه؟